طارق يا طارق. ايه يا طارق؟ ما تقف تسمعني كده وتتكلم معايا زي ما بتكلم معاك. هترد تقولي ايه؟ هتدافع عن نفسك بايه المره دي؟ طب ورحمه امي في تربتها وربنا اللي احسن من الكل، انا ما فاكره حاجه من اللي هو بيقولها. انا عبيط ولا هبل يا صدفه؟ ما تقولي كلام يدخل المخ. اتجوزك وانت مغيبه يعني؟ ما تشغل انت مخك شويه، يعني ازاي يكون اتجوزني واصحى تاني يوم الاقي نفسي في اوضتي مش راكبه؟ والامضه بتاعتك اللي على قسمه الجواز دي معناها ايه؟ هو ده اللي هيجنني، مش عارفه. هو كان يوم منيل ب60 نيله من اوله، وانا ما كانش المفروض اروح المكان ده. انا متاكده ان حد من القرود دول حط لي حاجه في عصير الجواف، انا سالتهم بس هم انكروا وانا مش مصدقاهم. يلا اللي يمشي ورا العيال بقى. انكر ايه يا طارق؟ نظراتك مش عجباني، ما فيهاش تعاطف، انا ما عملتش حاجه. وبعدين اوعى تكون مفكر يعني ان انا يهمني قوي انك تستنى ولا تمشي وتسيبني، ولا تكون فاكر يعني ان انا دايبه في دباديبك وما اقدرش اعيش من غيرك. على فكره براحتك، عايز تمشي اتفضل امشي، مع السلامه والقلب دعيلك.